أستاذ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ازيك حضرتك وسهلا يا يا شيخ؟ فندم، اتفضل. أنا اللهم صل على النبي، مراتي متجوز بقالي 4 سنين. الإيه؟ أنا متجوز بقالي 4 سنين. مش عارفة إيه الراجع فيه. متجوز بقالي 4 سنين. أيوه متزوج. طيب. ومراتي سقطت مرتين في الحمل. أيوه. سقطت مرتين. وهي حملت المرة الثالثة. طيب. قالت لي أنا عايز أروح عند ماما أقعد يومين. خدتها وديت عند مامتها، طيب. رحت اجيبها تاني، قالت لي مش مروحة الا لما اولد. قلت لها طيب ما ينفعش لازم تروحي معايا البيت، ما ينفعش. قالت لي لا ما فيش. قلت لها طب خلاص ما فيش، ينفع ما ينفعش ان انت تقعدي عند مامتك وانا ما احكمش عليك، ان كنت ما احكمش عليك هطلقك. نعم. قالت لي مع الف سلامة. المهم للأسف. دلوقتي رحت لعيلتها بالكامل. كل واحد يروح لمامتها، وماما متوفي، بابا متوفي، يعني مامتها هي كل اللي واحد واخدة شؤون مامتها هي الحكم. الكبيرة يعني. ملهاش اخوات، كل واحد لا ملهاش ملهاش اخوات، اخوات اختها رجالة، الكبيرة ومامتها بس بنات يعني، اخوها اخوات الصغير رجالة. ولد اخو الصغير. طيب حضرتك بقى عايز تعمل ايه بالظبط؟ المهم انا دلوقتي، هي دلوقتي طالبين الطلاق، نعم، انا مش عاوز اطلق، هم طالبين الطلاق، جزاك الله. وانت مش عايز تطلق، انا مش عاوز اطلق، ما تطلقش، ما هم تطلقش. طالبين الطلاق، طالبين الطلاق. لا لا، وانا رحت لعيلتها بالكامل، جدها يقول لي هجيبها لك، خالها يقول لي هجيبها لك، مش عارف مين يقول لي هجيبها لك، وانا مش هطلق، هم طالبين الطلاق وهي حامل. لا. اولا يعني عملية انك انت تسيبها لازم رضاك، لازم رضاك انها اصلا تخرج من بيتك. ايما امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تخرج من بيتها الا باذن زوجها. فهي دلوقتي عاصية وناشز ولا تستحق النفقة الا اذا رجعت بيتها. اما عملية الطلاق فانا رأيي انك انت تمهلها لغاية لما تولد، جايز ان شاء الله الولادة القادمة تريحها نفسيا لما يستمر، لان عملت سقط مرتين فنفسيتها تعبانة. فنخلي كده نشوف الولادة الثالثة، ان الحمل ان شاء الله ينزل بالسلامة ويستقر، وبعد كده نتفاهم مع بعض. بس من حقك انك تروح تشوفها، انت ما زلت زوجها، ومن حقك انك انت تخليها تيجي في بيتك، ولابد ان حد يتدخل بينكما ويفهمها انها عند ربنا ناشز. وربنا بيقول واللاتي تخافون نشوزهن الاول فاعظوهن، ادي اول مرحله عقاب الوعظ، يعني تفهمها حق ربنا وحقك عليها. ان فشلت المرحله الاولى نلجأ للمرحله الثانيه، في واهجرهن في المضاجع، انك يعني حاضر حاضر. الحاجه الثالثه هي واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فانت حاول الخطوات دي يا بابا متدرجه، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وبعد ما تولد ان شاء الله هيكون في الامر امر ان شاء الله. ربنا معاك.